كان فلتت زمانه بصراحة. يعني خالد، تقول خالد الإنسان، أقول لك خالد سامي، أقول لك خالد الفنان، خالد سامي، خالد المحترف في مهنيته، في حب الأصدقاء، في سرعة بديهته، أقول لك خالد. يعني الله يغفر له ويرحمه، يعني الواحد إذا تذكره ما يدري وش يقول، لأنه يعني قامة هامة في وجودنا معه ما نحس بالوقت، الوقت دائم يسرقنا. رجل جدا متواضع الله يغفر له ويرحمه، ولنا قصص ومواقف كثيرة سواء في الأسفار أو سواء في جامعتنا في نفس العمالنا اللي نصورها في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج. يعني قصص وطرائف وشيء يرفع الرأس.